قتل 50 شخصا على الأقل وأصيب العشرات بتفجير انتحاري استهدف حفل زفاف بمدينة غازي عنتاب جنوب تركيا. أعلنت السلطات العراقية عن تنفيذ أحكام بإعدام 36 شخصا أدينوا بارتكاب مجزرة سبايكر بعد عامين من المحاكمات. قتل 19 قياديا من تنظيم داعش الإرهابي بغارة جوية استهدفت مقرهم بحي الميثاق غرب مدينة الموصل. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أكثر من 300 مدني قتلوا بحلب خلال 3 أسابيع من المعارك. أعلنت وحدة مكافحة الإرهاب في عدن عن ضبط معمل تستخدمه القاعدة لتجهيز السيارات المفخخة والعبوات الناسفة. استشهد شرطيان مصريان وأصيب 5 آخرون بهجوم لمسلحين على مركز شرطة السادات بمحافظة المنوفية شمال مصر. دعا الملك المغربي محمد السادس إلى تجديد الالتزام والتضامن الصادق مع الجزائر لخدمة القضايا المغاربية والعربية. قالت شركة فولكسفاجن الألمانية إنها ستعلق إنتاج سيارة جولف لأيام قليلة لموازنة إنتاج زائد في وقت سابق. قالت شركة تويوتا اليابانية إنها استأنفت الإنتاج في مصنعها بفنزويلا بعد توقف استمر 6 أشهر. حصلت أفلام من مصر وسوريا وتونس على جوائز الدورة الثالثة لملتقى ظفار للفيلم العربي في سلطنة عمان. نفى مسؤول في ليفربول تقارير عن قرب بيع حصة من أسهمه لمجموعة صينية قائلاً إن النادي ليس للبيع.